كانت مباراة مفتوحة وكان في فرص لكلا الفريقين. الفرق الوحيد اللي كان فيه الجول هو اللي كان في صالح جنوب أفريقيا. وكان في محاولات فعلا واحنا وصلنا فعلا لغاية الجول, بس جنوب أفريقيا فريق جيد جدا واحنا لاحظنا ده في مباراته قبل كده في مباراة سابقة يعني, وعنده خط دفاع قوي جدا وهو ده اللي خلانا ما قدرناش ان احنا نوصل نحط نوصل للنصر. Anotar el gol, esa fue la diferencia, el gol.